من عبق التاريخ وأغصان الزيتون، بحلاوة التوت وبهجة ألوان الأرجوان، مهد إشعاع الفكر في أرض كنعان وتحت ظلال جبل الكرمل وضفاف البحر المتوسط، تبدأ قصة حب في ثنايا الأزقة الشقراء لشاب طويل بهي سحرته امرأة سمراء، ليكون الابتسام أول مهد حبهما النقي في أرض الجمال حيفاء. حسين عبد الرحيم وسعاد أسعد جمعهم الحب بضوء القمر وأجراس الكنائس وصوت الأذان في أرض الأديان، تحت سقف وطن الأنبياء محميان، باسم المحبة ارتبطا وأزار ربيع كل من إسماعيل وأحمد، خلفا لإرث الطيبة من حسين حتى ضياع الأحلام في زمن النكبة في عام 1947، ليختاروا مرفأ جديدا يرسو به بأشرعة العائلة بين أحضان بلاد الرافدين، فتأتي عفيفة ليعلم حسين أنه قد جاء بنسمة هواء تهون عليه عناء الدنيا وما فيها. تلك هي معزة البنات، عشرة وقول قليلات كما يقال بالأمثال. 1/4/1951، ليل ربيعي هادئ، أصوات أقدام المارة في أزقة قنبر علي. حسين في باحة المنزل يمشي قلقا ذهابا وإيابا، انتظارا يرهق الحاضرين ترقبا لقدوم الموعود. يطرق الباب بسرعة فيهرع حسين لفتح الباب، وإذ بالقابلة أم نايف. وين سعاد؟ حسين وين جنتي أم نايف؟ بالغرفة، استعجلي فدوى العينج. تنطلق مسرعة وتغلق باب الغرفة من ورائها. صوت عقارب الساعة ثقيل والوجوه تتشح بالقلق. طلقات سعاد تكسر حاجز الصمت ليعي كل سكان المحلة أن محمد قد أتى. ملك الكوميديا لم يبكي حين أتى، بل ابتسم ليرسم ملامح البهجة على وجه أبيه المصفر قلقا وأمه المتعبة. جاء محمد ليحمد الأبوين ربهما على نعمه، جاء بزر القعدة ومدلل العائلة، فأهلا بك في عالمنا. كان للدراسة أهمية كبيرة في حياة حسين وسعاد، فأدخل محمد في إعدادية النضال للبنين عام 1961 بعد إتمام دراسته الابتدائية في مدرسة المحمدية، لينخرط في آفاق النشاط المدرسي تعبيرا عن ما يهواه قلبه بألحان العندليب، ويبهر الأساتذة والزملاء بأنغام سواح، ومنها لملم شظايا تشتيت أفكاره بالفن روح الحياة ومستقر أحلامه. وفي يوم من الأيام غاب موفق حمودي بطل مسرحية 3×3=0 عن بروفات مسرحيته المدرسية التي كان يحضرها محمد، متأملا بشغف فني صادق سحر المسرح وعبقريته. فكر بالتمثيل وعما يحمله من قدرة عظيمة على عكس الحالات البشرية وتأثيرها السامي على المتلقي، فتارة يضحك وتارة يبكي. أنصت محمد لكل كلمة في حوارات المسرحية حتى حفظها عن ظهر قلب. وإذ المخرج يعوض غياب البطل بمحمد حسين عبد الرحيم 1973، زيارة عائلية إلى بيت خاله في الزبير، وإذ بابتسامة أحلام ليعلن عن ولادة العشق في فؤاده الذي سلبت بهجته برحيل أبيه عنه، فتقدم لخطبتها وتزوجا في نفس العام تنفيذا لوصية أبيه. أنجب محمد وأحلام كل من ميسون حبيبة أبوها، وحنين الحنينة حازم أبو إبراهيم، محمد أبو سراء، ونور الله اللي امتهن بمهنة جدة حاملا كاهل إرث المهنة. انتقلت العائلة إلى البلديات عام 1974 مسكنا وحياة، تاركين قنبر علي بين حلوها ومرها. وبين المحل وشغف الفن أكمل دراسته الجامعية في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وبعد نضوج موهبته واستمراره في النشاط الجامعي حصل أبا ميسون على دعم كبير من أساتذته وتشجيعهم له للدخول إلى قسم الإذاعة والتلفزيون. مرت الأيام
وزادت القناعة بخوض الاحتراف لتميزه الأدائي وإقناعه المبهر. فما به إلا أن يكون بين عمالقة الإذاعة والتلفزيون مختبرين لقدراته، منهم سمير القاضي، مشتاق طالب، وسامي السراج. فقبل محمد في قسم المنوعات لتقديم أول برامجه الإذاعية فيما يطلبه المستمعون على أثير إذاعة جمهورية العراق في بغداد، ومنها انتقل إلى التلفزيون بأول دور له ككومبارس بلحية مستعارة وعقال جفية. الجدير بالذكر أنه خال زهير محمد رشيد، الفنان الكوميدي الكبير اللي كان محمد يحط له بلوكة بنص البيت على مود يتخيلها ككاميرا، ويدربه بمهنية عالية على أن يكون فنان حقيقي بعد أن شاف بي بذرة الفن وحبه. محمد حسين عبد الرحيم، 72 عاماً، عراقي بلا هوية.